ازيكم يا شباب؟ معاكم سيف الضوي من ايبول، واهلا بيكم في فيديو جديد. والفيديو ده انا متاكد ان هو هيغير حياه كل واحد، سواء انت حاولت تنشف وفشلت قبل كده ومش عارف تعمل ايه، او حاسس ان الموضوع بالنسبه لك صعب. لان في الفيديو ده انا هاخدكم خطوه بخطوه ان انا ازاي قدرت اوصل من الشكل ده للشكل ده في 12 اسبوع بالظبط، وباسهل طريقه ممكنه. وطبعا عشان الفيديو يكون بالنسبه للناس سهل وتعرف ان انت تكتب حاجه وتبقى فاهم منه، هنقسم الفيديو لحاجتين: التمرين والنيوتريشن. وهنبتدي باول حاجه وهي التمرين. خلينا ببساطة نبتدي بأول حاجة وهي التمرين. وللي ما يعرفش، احنا بنحضر لبطولة الـ WMBF اللي هو اتحاد كمال الأجسام العالمي للطبيعيين، وابتدينا التحضير بتاعنا يوم 15/4، ودوت كان ثالث يوم رمضان، وده كان أول يوم في التمرين بتاعتنا. فخليني كده سريعا أقول لك عشان ما ضيعش وقتك التمرين إيه اللي بيفرق فيه. سريعا كده، التمرين بتاعك في فترة الضخامة هو بيكون بالظبط في فترة التنشيف بتاعتك. الناس تقول لك أنت في التنشيف، أو زي ما قال عداد كتير، خليني أقول لك إن هي فاللي حصل في فترة رمضان اللي هو الأربع أسابيع بتوع رمضان، اللي أنا كنت بعمله إن أنا كنت بتمرن أربع أيام بالظبط. ليه؟ عشان ظروف شغلي وعشان ظروف حياتي، وعشان أنت في رمضان ما بيبقاش عندك وقت كتير إن أنت تقدر تاكل تشتغل تنزل تتسحر وتعمل الكلام ده كله. فأنا كنت بقدر إن أنا أقدر أتمرن أربع أيام مش أكتر في رمضان. خلصنا رمضان اللي هو من أول الأسبوع الخامس بالظبط، وعشان أنا أصلا شخص بيحب يروح الجيم كتير عامة بستمتع، ابتديت ان انا اتمرن 6 ايام في الاسبوع، باخد من يوم الاحد ليوم الجمعه وبريح يوم السبت. التمرينه بتاعتي كانت هي بالظبط، بحاول ان انا العب في اكتر من نطاق من العدات، يوم بيبقى من 6 ل 10، يوم من 10 ل 12، ويوم من 15 ل 20. ان انت لما بتلعب في اكتر من نطاق عدات ده بيماكسمايز او بيخلي نسبه ان انت تقدر تزيد عضل، حتى لو ما زدتش عضل في فتره التنشيف تقدر ان انت تحافظ على الكتله العضليه بتاعتك. فاللي حصل ان احنا من الاسبوع الاول للرابع 4 ايام في الاسبوع، ومن الاسبوع الخامس لحد دلوقتي اللي هو الاسبوع ال 12 بنتمرن 6 ايام في الاسبوع. التقدم كان حلو جدا لحد الاسبوع التاسع، لقينا ان احنا الاوزان بتاعتنا بتقل شويه والتقدم بتاعنا في التمرين بيقل شويه. بس خليني بقى اقول لك ايه بقى اللي بيعمل كده، وليه فعلا الاوزان بتاعتنا والتقدم بتاعنا قل في التمرين. هنبتدي بقى في تاني حاجه، ودي انا متاكد بنسبه كبيره ان معظم الناس جايه ليا عشانها. معظم الناس فاهمة في التمرين، او عارفة من الاخر كده، معظم الناس عارفة ازاي تقدر تمرن نفسها في الجيم او التمرين بتاعك ايا كان. بس معظم الناس بقى بيبقى بالنسبة لها الصعب وهو النيوتريشن.
قبل ما نبتدي بالنيوتريشن او التغذيه، خلينا كده اقول حاجه يعني دي كده خدها على بلاطه عشان يعني تفهم كده سكه ودغري. اللي انا هقوله دلوقتي ده اللي انا باكله شخصيا، السعرات اللي انا باكلها، كميه البروتين والكاربز والفاتس اللي انا باكلها شخصيا، فدي مش شرط ان هي تنفع للناس كلها. كل واحد بياخد كميه سعرات وكميه ماكروز مختلفه عن التانية، واللي هو كل واحد ليه كميه بروتين كاربز وفاتس مختلف على حسب جسمك، على حسب سنك، على حسب اكتر من حاجه. فده شخصيا اللي انا عملته. اول يوم ابتدينا، ودي كانت الحلقه الاولى من المسلسل بتاع الطريق الى المسرح، وشرحنا دوت اللي احنا ابتدينا بيه كانت الماكروز بتاعتنا كالاتي. كنا في ايام التمرين بتاعتنا لو في رمضان كان 4 ايام في الاسبوع، كنا بناكل حوالي 2600 سعره حراريه. كنا بناكل 210 جرام بروتين، 300 كربوهيدرات، و65 جرام فاتس. ايام بقى الراحه بتاعتنا اللي هو 3 ايام في الاسبوع، كنا بناكل 200 جرام بروتين، 200 جرام كربوهيدرات او نشويات، و70 جرام فات. طبعا لو انت مش عارف الموضوع ده حصل ليه بالظبط، انت تقدر تخش تشوف الحلقه الاولى عشان تعرف ليه قللنا البروتين وزودنا الفات في ببساطه ايام الراحه. اللي حصل ان احنا اول اسبوع نزلنا حوالي 800 جرام من وزننا، وهتلاقي دلوقتي الفرق ما بين اول اسبوع وتاني اسبوع، والدنيا كانت ماشيه تمام. تاني اسبوع مشينا وكملنا تاني عادي خالص، ونزلنا حوالي 700 جرام او من 600 ل 700 جرام تاني اسبوع. انما بقى تالت اسبوع ابتدت الدنيا بقى تلعب معانا، وابتدى ان الوزن يثبت، فحسينا ان في حاجه غلط. حسينا هل ممكن ده يكون بسبب ان انا اصلا كسيف، السعرات اللي انا كنت باكلها كانت عاليه بزياده عليا، ولا هل كان اللي انا كنت بنزله في الاول ده كان وزن ميه، وان السعرات اللي انا كنت باخدها في الاول دي كانت كذبه من الاخر يعني. فاللي حصل ان احنا من اول الاسبوع الثالث قللنا السعرات بتاعتنا او قللنا الماكروس بتاعتنا. ابتدينا ان احنا ناكل في ايام التمرين بتاعتنا 210 جرام بروتين، 275 جرام كربوهيدرات، و65 جرام فاتس. اللي حصل بقى في الايام بتاعه الراحه بتاعتنا ان السعرات نزلت جامد. كنا بناكل حوالي 2080 سعره، كنا بناكل 200 جرام بروتين، 175 من 150 ل 175 جرام نشويات، و70 جرام دهون، من 65 ل 70 جرام دهون. قللنا السعرات بتاعتنا ولقينا برضو ان الوزن بتاعنا ثابت، حسينا ان في حاجه غلط. فاللي حصل بقى ان انا من الاسبوع الثاني بالظبط في رمضان، او من اول الاسبوع الثالث بالظبط، لما انا لقيت وزني ثابت، ده كان من اول ما انا ابتديت اخد دواء، لان انا كان عندي مشكله في الهضم بتاعي، ودي دايما حاجه بتحصل لي في رمضان. الدواء اللي انا كنت باخده ببساطه دوت، دي حاجه اصلا بتعبي ميه في جسمك وبتخلي ان وزنك يزيد. فاي نعم انا كان وزني على الميزان ثابت، لكن انا كنت حاسس بتغير في شكلي. يعني انا هتلاقوا دلوقتي الاسبوع الثالث والاسبوع الرابع، اي نعم انا وزني كان ثابت بالظبط، لكن انا شكلي فرق من الاسبوع الثالث للاسبوع الرابع، وهتلاقوا دلوقتي الصور قدامكم. حسينا برضو ان في حاجه، وحسينا ان الدواء مش هي دي بقى الفكره. قلنا بقى اللي حصل ايه، احنا هنعمل يومين ريفيت بالظبط. ريفيت ببساطه لو انت بتعمل يومين ورا بعض، الكربوهيدرات والنشويات العاليه اللي انت بتاخدها ممكن ان هي تقلل من الاسترس او التوتر في جسمك عامه. فاللي بيحصل لما الاسترس بيقل دوت بيخلي ان وزنك ينزل جامد مره واحده، وفي نفس الوقت ممكن يعلي او يحسن من الحرق بتاعك بسنه صغيره. ان يوم واحد مش كفايه، ومش شرط اصلا ان يوم واحد ممكن يملى عضلاتك. عملنا اليومين الرفيد وحسينا برضو ان الوزن قل، بس حسينا برضو ان في مشكله. وده كان اخر يوم رمضان بالظبط، وده اخر يوم انا بطلت فيه الدواء. قعد وزني ثابت او قل يعتبر حوالي 300 جرام، وفجاه مره واحده من اول الاسبوع الخامس، نص الاسبوع الخامس، وزني قل جامد. وده دايما بقى حاجه، او انت دايما الناس بتبتدي تاخد قرارات بسرعه، ان هي اول حاجه دايما بتعملها بتقلل سعراتها، بس ما بتكونش حاسس ان في حاجات تانية انت ممكن تكون خدتها هي دي اللي اثرت عليك. وفي الحاله دي هي كانت الدواء بتاعنا. اللي حصل لما الدواء بتاعنا دوت بطلناه، لقينا ان وزننا بينزل جامد. الاسبوع السادس وزننا نزل كويس، السابع نزل كويس، الثامن وزننا نزل كويس، بس في حاجه هتلاقوا في فرق ما بين الاسبوع السابع والاسبوع الثامن في الصور دلوقتي، ان انا شكلي نازل نسبه الدهون، بس جسمي فيه شويه ميه، اكني معبي شويه ميه. فالمدرب بتاعي اللي قاله لي بالظبط، انت جسمك معبي شويه ميه، انت التوتر في حياتك او الاسترس في حياتك عالي. انا قلت له دي حقيقه، قال لي تمام، خد يومين ريفيت،
خدنا اليومين الرفيد وده نفس اللي انا لسه قايله لكم بالظبط. ومن الاسبوع الثامن للتاسع الوزن نزل جامد برضو. الوزن نزل جامد، شكلنا اتحسن، شكلنا فرق في التمرين، وفي اليومين الرفيد دول احنا عرفنا ان احنا نشحن البطاريات هنا ببساطه عشان نقدر ان احنا نتمرن كويس في التمرين. مكملين بنفس السعرات ونفس الماكروز ونفس كل حاجه لحد اخر الاسبوع التاسع، وابتديت احس بقى ان انا بلسع هنا. ولو فاكر في اول الفيديو انا قلت لكم ان الاوزان بتاعتكم ممكن تقل لحاجه معينه، وده بيبقى بسبب ان انت كل ما نسبه دهونك بتقل انت التقدم بتاعك في الجيم او التقدم بتاعك في التمرين بيبقى صعب. ليه؟ لان غير ان انت نسبه دهونك اقل، سعراتك اللي بتاخدها بتكون اقل، او بتبقى اقل على نسبه دهونك او على حسب جسمك ببساطه. يعني ان السعرات اللي انت بتاخدها مش هتقدر ان هي تدي لك الطاقه الكفايه اللي تخليك تقدر تتمرن في الجيم. حسيت ان انا من اخر الاسبوع التاسع ان التقدم بتاعي قل، وفي نفس الوقت ان انا بقيت ألسع. انا بقيت بالليل هموت واكل اي حاجه، يكشف لو رز مسلوق عادي خالص. فالفكره كلها ان اللي حصل ساعتها دوت، واحنا فاضل لنا لسه 4 شهور على البطوله، المدرب قال لي طيب اللي احنا هنعمله بقى ان احنا هناخد دايت بريك. دايت بريك ده ببساطه فتره بتخليك ان انت بتعلى سعرات الثبات بتاعتك، والسعرات اللي احنا بناكلها بتبقى حوالي 2800 في ايام التمرين، 210 جرام بروتين، 350 جرام نشويات، وحوالي 60 جرام دهون. وفي ايام الراحه بتاعتنا بتبقى 200 جرام بروتين، 250 جرام نشويات، و70 جرام دهون. اللي بيحصل في فتره الدايت بريك ان انت غير ان انت بتطلع على سعرات الثبات، انت بتقدر ان انت تتقدم اكتر في التمرين. ولو انت بتنشف ونزلت شويه عضل او التقدم بتاعك نزل، بتقدر ان انت ترجع للتقدم دوت عشان لما ترجع تاني تعمل دايت او تبقى في عجز من السعرات تعرف تكمل تاني. لان الفتنس ببساطه احسن حاجه فيه ان انت ساعات بتضطر ان انت تاخد خطوه ورا عشان تقدر ان انت تطلع خطوتين وثلاثه واربعه قدام. معظم الناس تقول لك انا هعمل دايت 6 شهور مش هبطل، بس خليني اقول لك حاجه، اول 3 شهور هتعرف تعملهم كويس، من اول الشهر الرابع ومن اول الاسبوع رقم 13 هتبتدي تلسع هنا. الفكره نفسها ان انت ما تخسش جامد، الفكره نفسها ان انت تحاول على قد ما تقدر تخس بالكتير 1% من وزنك في الاسبوع. وهو ده اللي احنا عملناه، وهو ده الفكره من الفيديو دوت، ان احنا نوريكم ان قد ايه موضوع ان انت تقدر في 3 شهور بالظبط او في 12 اسبوع توصل لحاجه فعلا كويسه، وفي نفس الوقت وانت بتاكل الاكل اللي انت بتحبه. هتلاقوا دلوقتي حالا فيديوز لمن اول يوم تحضيره واحنا في رمضان، ان احنا كنا بناكل بقلاوه وكنا بناكل قطايف وكنا بناكل اكتر من حاجه وناكل سمبوسه والكلام ده كله. وهتلاقوا ان في فيديوز بعد رمضان واحنا بناكل ناجلس واحنا بنعمل كذا واحنا بنعمل كذا وبناكل الاكل اللي احنا بنحبه، مش بناكل اكل مسلوق، مش بنعمل الكلام ده كله. ودي برضه حاجه ان الناس بتقول لك ان الماكروز دي مش بتشتغل او ان السعرات دي مش شغاله. خليني اقول لك الصورتين قدامك دلوقتي من الاسبوع الاول للاسبوع ال 12، بنحسب سعراتنا، بنحسب الماكروز بتاعتنا، وبندخل الاكل اللي احنا بنحبه ايا كان ايه لو هو من نطاق السعرات بتاعتنا. الموضوع بيشتغل للناس كلها. انت كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تثق في الحاجه اللي انت بتعملها، ويبقى معاك حد، او حتى لو مش معاك حد تبقى انت عارف ان انت لو وزنك ما قلش تبقى عارف ان انت في حاجه ثانيه محتاج تعملها، تبقى انت عارف ان في حاجه ثالثه انت لازم تبص لها عشان تبقى فاهم الموضوع. الموضوع نفسه سهل، كل اللي انت محتاج تعمله ان انت محتاج ان انت تثق فيه، واهم من كل ده ان انت تستمتع بحياتك. وده يا شباب الترانسفورميشن الثلاث شهور بتاعي
في التحضيره ولسه مكملين لحد دلوقتي البطوله بعد 4 شهور. اتاكد طبعا لو انت لسه جديد تعمل سبسكرايب عشان يجيلك الحلقات الجديده، ولو طبعا لسه ما شفتش الحلقات اللي فاتت اتاكد ان انت تشوفها. بس خليني سريعا كده اسالك سؤال، لو انت وصلت لحاجه زي دي او ممكن احسن من كده كمان على مدار 3 شهور، تفتكر شكلك هيبقى عامل ازاي؟ تفتكر ان انت لما تقلع التيشيرت او انت قدام نفسك واثق بشكلك هيبقى عامل ازاي؟ ان انت صحتك تكون احسن، ان انت مش بس انت تلاحظ الفرق على نفسك بس الناس كلها تلاحظ الفرق عليك، زي الناس اللي احنا قدرنا ان احنا نساعدهم او الاف الناس اللي احنا قدرنا نساعدهم عن طريق خدمه الاونلاين كوتشنج بتاعتنا، ان احنا بنعمل لك جدول تمرين مخصص على حسب يومك وعلى حسب شكلك وعلى حسب هدفك، وفي نفس الوقت بيبقى جدول وجبات مخصص ليك. ومش بس كده، احنا بنعلمك ان انت ازاي تقدر تحسب السعرات بتاعتك، تقدر تعرف انت محتاج الماكروز قد ايه، بروتين كاربس وفاتس، وفي نفس الوقت بنعلمك ان انت ازاي تقدر تاكل الاكل اللي انت بتحبه عن طريق برنامج حساب السعرات بتاعتنا، لان ناس كتير لحد دلوقتي بالنسبه لها بيكون الموضوع صعب. ومش بس كده، فكر بيها من ناحيه تانية، ان انت بعد ال3 شهور هتعرف تمرن نفسك وهتعرف تمرن غيرك، لان احنا بنعلمك ان انت ازاي تقدر تعمل الكلام ده كله ليك ولحد تاني. ان احنا ببساطه مش بنديك السمكه، بنعلمك ازاي تصطاد. ده بيبقى طبعا عن خدمه الاونلاين كوتشنج بتاعنا، ممكن تبعت لنا على الايميل او تبعت لنا على انستجرام وتسالنا ان احنا بنعمل او حاليا في عرض على الاونلاين كوتشنج بتاعنا. لكن بقى خليني اقول لك حاجه تانية، لو انت حد بتعرف تمرن نفسك كويس ومشكلتك بتكون من ناحيه التغذيه او النيوتريشن، او مش عارف برضو ازاي تاكل الاكل اللي انت بتحبه، ايه بقى الفراخ المحمره ماكدونالدز الكلام ده كله، ومش عارف برضو توصل لهدفك، احنا عاملين كورس اسمه فورما بدون حرمان، وهو من اسمه حرفيا هتعرف توصل لجسمك او الشكل المثالي اللي انت نفسك فيه من غير ما تحرم نفسك باي حاجه بطرق علميه. وفورما بدون حرمان ده شخصيا اللي احنا بنطبقه على الاف الناس، وفي نفس الوقت اللي احنا بنطبقه علينا في التحضيره او مش في التحضيره. حاليا الكورس دوت عليه عرض، لو دخلت على Evolve Fitness Official هتقدر ان انت تشتريه وتشترك فيه. بيكون كورس تعليمي اكتر من 35 فيديو معاك مدى الحياه، واكتر من شيت بيكون معاك، شيت فيه سعرات اكتر من حاجه، وشيت فيه اكسل شيت تقدر ان انت تقيس التقدم بتاعك، اكتر من جدول وجبات ان انت تقدر تطبقهم على نفسك حالا بعد ما تخلص في الكورس، ان انت على مدار 7 ايام بالظبط هتعرف تتعلم الكلام ده كله. ولو الكورس ده فعلا ما فادكش في حياتك انا شخصيا هرجع لك فلوسك. بس كده يا شباب، هو ده الفيديو. طبعا لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واهم من كل ده طبعا ان انت تدوس على الجرس اللي تحت عشان انت تكون من اوائل الناس اللي بتشوف الفيديوهات الجديده بتاعتنا. ومن اول الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنبتدي ان احنا نرجع فيديوهات مسلسل الطريق الى المسرح، عشان احنا لسه مكملين ولسه مكملين في التحضيره بتاعتنا وانتوا جزء منها. وطبعا اتاكد ان انت بتعمل لنا فولو على انستجرام عشان كل جديد بينزل على انستجرام الاول. وكان معاكم سيف الضوء من ايفولف، اشوفكم في الفيديو الجاي.